خطوة جديدة لنهب المال العام وشركات المساهمة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، إذ أصدرت حكومة الإنقلابيين تعميماً إلى كافة البنوك في اليمن يقضي بإيقاف الصرف ونقل الحسابات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ويمن موبايل وشركة مأرب للتأمين وشركة كمران وغيرها من الشركات. الوثيقة التي حصلت عليها قناة بلقيس تكشف عن توجه الإنقلابيين لتجميد أموال الشركات الكبرى في البلد ونقلها إلى حسابات خاصة تحت سيطرتهم. مصادر إعلامية قالت إن شركتي المساهمة يمن موبايل وكمران دعت مساهميها للاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أكبر عملية نهب لأصول هاتين الشركتين اللتين يساهم فيها آلاف المواطنين والقطاع الخاص. أمس الثلاثاء رفضت شركة كمران برسالة رسمية لوزير مالية الانقلاب دفع مبلغ 38 مليار ريال كانت سلطات الانقلاب تريد نهبه من الشركة تحت مبررات غير قانونية. غيظ من فيض وقطرة في بحر من الفساد المنظم ومسلسل طويل من نهب الميليشيا لموارد الدولة الواقعة تحت سيطرتها، فما لم يظهر بالوثائق أكثر بكثير مما تم تسريبه للرأي العام. مسؤول في الغرفة التجارية رفض الإفصاح عن اسمه تحدث للمساء اليمني أن ما تنهبه الميليشيا بصورة مباشرة وبدون مذكرات سواء في مؤسسة التأمينات والمعاشات أم غيرها من المؤسسات الإرادية يفوق كثيرا ما يظهر على السطح، هذا فضلا عن نهب الإنقلابيين لرواتب الموظفين منذ أكثر من عام. لا يزال الإنقلابيون يسيطرون على إيرادات الدولة والضرائب والجمارك، وتحديداً مينائي الحديدة والصليف اللذين يستقبلان الجزء الأكبر من واردات المشتقات النفطية والمواد الغذائية وجميع الواردات التجارية لليمن، واللذين أعيد فتحهما بعد تراجع التحالف عن قرار إغلاق الموانئ والمطارات. ومع ذلك يتاجر الإنقلابيون بمعاناة الناس ويدعمون السوق السوداء على حساب المحطات الرسمية سواء في البترول أو الغاز أو الديزل. إنها تجارة الحرب التي تأكل من صبر وحياة المواطن البسيط الذي يبحث عن قوت يومه فلا يجده. وضع سيء لم يسبق له مثيل يعيشه الناس في اليمن، فيما قيادات الحوثي والمخلوع يزدادون ثراء يوما بعد يوم على حساب قوت الضعفاء وفاقدي الحيلة.